انت يا افندي. صباح الخير يا سعاده المدير. ايه يا افندي؟ انت ليه اتاخرت؟ الساعه 9 الا 5 سعاده المدير، وميعاد الشغل 9. بنعمه ربنا هكون على مكتبي قبل 9 بعد اذن سعادتك. صباح الخير يا استاذ عزم. صباح النور يا استاذ عزم. تصور المدير العام واقف على السلم وبيقول لي اتاخرت ليه؟ مع اني جاي قبل ميعاد الشغل. ما انت عارف انه ما بيحبش موظف يتاخر عن ميعاد الشغل. استرالي بقى. ما هو يا استاذ عزمي، انا لازم كل يوم قبل ما اجي الشركه اعدي على الكنيسه الموروثيه اصلي واولع شمع المرمينة. وبعدين صدقني انا متاخرتش. هي الساعه كام مع حضرتك؟ 9 الا دقيقة. يبقى ما اتأخرتش. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ إبراهيم. برضه ما سلمتش من لسان المدير العام. يعني نجينا الشغل متأخرين مش عاجب، ونجينا بدري برضه مش عاجب. معلش أخوك عازر أخد له كلمتين قبلك. عازر أفندي. سيادة المدير العام عايزك في مكتبه. حاضر هحصلك. ادخل. اسمع ازرق فندي. تحت امر سعادتك يا فندي. مستر ستيفنسون جنرال كبير في جيش بريطانيا العظمى، عاوز يخلص شويه اجراءات جمركيه خاصه بامتحته. دي حافظه مستندات خاصه باوراقه، تروح جمرك تيجي على طول. حاضر. تحت امر سعادتك. تفضل. المحفظة دي خاصة بالجنرال الإنجليزي، هنحرزها ونسلمها لك لأنها مليانة استليني وأوراق مهمة لازم توصلها لصاحبها. حاضر يا أستاذ. اتفضل، ادي المحفظة وادي الاوراق. شكرا. العفو. مع الف سلامه. تفضل يا سعاده المدير، دي الاوراق الخاصه بسياده الجنرال، خلصتها في الجمرك وكل الاوراق مختومه. كويس كتير اذن افندي، انت ما خدتش اكتر من ساعه واحده في انهاء اجراءات. كويس كتير. شكرا. تفضل يا سيادة الجنرال، دي المحفظة بتاعت سعادتك، لقيوها في جاكيتة ضمن أمتعتك، حرزوها وادوها لي يا فندم والأختام عليها سليم. واندرفول، ممتاز، أنت موظف أمين، أنا بحبك خالص يا عزيز أفندي، أنت موظف أمين. تفضل، دي مكافأة عشانك، أنت راجل أمين. متشكر يا سيادة الجنرال. خد أذن أفندي، أنت كنت ممكن تاخد محفظة من غير ما حد يشعر. وأروح من ربنا فين يا سيادة المدير؟ خد أذن أفندي خد. أنا ما باخدش مكافأة عن أمانتي من الناس يا سيادة المدير. ربنا هو اللي هيكافئني إذا كنت أستحق المكافأة. شكرا يا فندم، بعد إذنكم. تفتكر يا أستاذ يوسف الإنسان الغير أمين في حياته يعاين مجد الله؟ يعني الشخص الغير أمين اللي بتتكلم عنه ده وبيتلاعب في الأوراق والإرادات، رب المجد يسامحه؟ مش ممكن. صحيح يا بنا تدرس، هو صاحب الأملاك اللي كان بيشتغل عنده طرده من الشغل وبلغ فيه النيابة. هينال عقابه في الأرض وفي السماء. أمال فين حبيبي عازر؟ هو مش قاعد معانا؟ أهو قاعد يا أبونا تدرس زي عادته، قاعد بيسمع كلامك الحلو.
انا جايب له معايا هديه كويسه. النهارده 8 اغسطس. يا سلام يا مولا تدرس، انت ما تنساش ابدا. انسى؟ انسى عيد ميلاد حبيب عازر ده؟ النهارده 8 اغسطس سنه 1906، كمل 4 سنين بالظبط. تعال تعال يا حبيبي عازر، تعال تعال اقعد جنبي. انا جايب لك هديه، جايب لك هديه، صليب حلو للدير، خد. ايه يا عازر؟ انت قعدت جنب ابونا تدرس؟ ما بلاش يا ابونا يقعد جنب منك، لا ينام على حجرك زي ما نام النوم اللي فات. يلا يا عازر، يلا يا حبيبي عشان تنام. سيبيه يا ست ام حنة، انا حاسس ان هو هيبقى من نصيبنا. الله يباركك يا مونة، الله يباركك ويبارك خدمتك. بقول ايه يا ام حنة؟ ما تقومي تعملي لنا نومه علشان ابونا تدرس والاخ ساويرس، لحسن يقول ان انا اتعلمت البخل من ساعه ما سبت المصاب. شرفت يا ابونا. سلام يا أمي. سلام يا حبيبي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا حنة، أبو حنة الأكل جاهز يلا. إزيك يا عازر يا ابني؟ أهلا يا أبوي، إزاي حضرتك؟ الحمد لله على السلامة يا عازر. الله يسلمك يا حنة يا أخويا، إزاي؟ الحمد لله. الله يبارك لك. يلا الأكل أهو. إيه ده؟ إيه الأكل ده كله يا أمي؟ يا حبيبي النهاردة رفاع الصيام الكبير، كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيبة يا أمي. إحنا هناكل كل الأكل ده لوحدنا. ده أكل يوكل 5 عائلات، في ناس مش لاقيين اللقمة الحاف. في إيه بس يا عازر يا ابني؟ قصدك إيه؟ يا أبويا حضرتك شماس وبتخدم في الكنيسة، أنا اللي هقول لحضرتك إيه اللي المفروض يتعمل؟ يعني مش عايزنا نرفع يا عازر؟ يا أمي إزاي هنصوم بكرة وحناكل كل الأكل الفاخر ده؟ وعيلة عم الكرد الراجل التركي الطيب اللي جنبنا عايشين يا دوب على الكفاف. عندك حق يا عازر. احنا يا امي نبعت الاكل ده لعيله الكردي واحنا ناكل حاجات بسيطه. انا عارف ان هي هترسي على كده يا محنة. عندك حق يا ابني. ربنا يبارك لك يا حبيبي. معاك حق في اللي قلته. انا هودي الاكل ده للجيران وهسيب بس طبقين خضار علشان. الله يخليك يا امي. الشاي يا عازر برضو لبس الرهبان يا ابني. انت الظاهر عليك ناوي تحقق كلام ابونا تدرس البراموس. صدقيني يا امي هو ده الطريق اللي نفسي فيه. من يوم ابونا تدرس قالها لي وانا نفسي وبحلم بالطريق ده وفضلت عايش الحلم ده لحد النهارده. كنت كل ما تلبس بدلة جديدة تلبس عليها مريالة سودة من القماش اللي بيلمع زي اللي كان بيلبسها ابونا تدرس. وابوك كان يقول لي انا خايف يا محنة يكون الولد ناوي يعملها بجد. اقول له ما تخافش، ده هو بيعمل كده بس من حبه في ابونا تدرس. فعلا يا امي انا اخترت الطريق للعيشة مع ربي وإلهي يسوع المسيح. عشت الوحدة معاه
وفي حضنه الحنون الطيب. كلامه الحلو في إنجيل يوحنا أنا ما نسيتهوش أبدا. تعرف يا أمي أنا حفظت إنجيل يوحنا كله وأنا في كتاب الشيخ أحمد غلوش، ومن كتر ترديد الآيات المعزية الشيخ غلوش نفسه حفظ كتير من الآيات دي. يسوع المسيح بيقول في إنجيل يوحنا: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. وأنا هروح لحبيبي هعيش معاه في وحدة وارتوي من تعليمه ومحبته. هروح له يا أمي. ايه ده؟ الكلام اللي بيقوله اخو حنا ده صحيح يا عازر؟ صدقني صحيح يا ابويا. انا رحت الشركه اللي بيشتغل فيها عازر وقابلت المدير العام هناك، وهو اللي قال لي ان عازر قدم استقالته عشان عنده حاجه مهمه عايز يتفرغ ليها وحدد اخر يونيو لقبولها، يعني اخر الشهر اللي احنا فيه ده. ايه ده؟ معقوله؟ معقولة أنا هقعد أتفرج عليك وأنت بتدمر مستقبلك بإيديك؟ ده أنت يا ابني كنت ماشي كويس أوي في شغلك، الناس هناك حبوك، ادولك اللي هو 10 جنيه بحالهم علشان استقامتك وأمانتك واجتهادك في شغلك، أقوم عايزني أنا أتفرج عليك وأنت بتضيع ده كله؟ يا أبويا صدقني، صدقني أنا اخترت الطريق الأفضل. إيه هو الطريق الأفضل يا عادل؟ قول لي أنت يا أبويا، إيه الأفضل للإنسان؟ إنه يعيش حياة البر والقداسة والسعادة الحقيقية مع الإله المخلص، ولا يعيش في تعب وشقاء وحياة ملهاش نفع؟ وماذا يفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وماذا يعطي فداء عن نفسه؟ ما احنا كلنا بنخدم في الكنيسة يا ابني، واحنا كأسرة مسيحية متمسكين بتقاليد الكنيسة ومواظبين يا ابني على الصلاة وعلى الصوم، وبنقرا في الكتاب المقدس، وامكم مربياكم على الفضيله والمحبه، ونعرف ربنا كويس. مالك؟ مالنا؟ ايه اللي مش عاجبك في حالنا؟ مع المسيح هناك افضل يا ابويا. ما قلناش حاجه يا ابني. افضل افضل. يسهر كتر الكلام معاك ما منوش فايده. انا دماغي وجعاني يا ابو حنا، انا عايز انام. تصبحوا على خير. قوم يا عازر، قوم يا ابني، قوم صلي واطلب من رب المجد وبشفاعة مريمين حبيبك انه يهديك طريق الصواب. استمع يا رب صوتي الذي به دعوتك، ارحمني واستجب لي فإنه لك قلق بي، طلبت وجهك ووجهك يا رب التمس، لا تحجب وجهك عني. هللويا. بطلب إليك يا إلهي القدوس، ارشدني يا رب، ارشدني لطريقي. هل يا رب أنا اخترت الطريق الصحيح؟ طريق الرهبنة، طريق الوحدة والمعيشة معك يا رب، هو ده تلذذي الحقيقي. اهديني يا رب للطريق الصحيح بشفاعة حبيبي وشفيعي شهيدك مارمين العجيبي. ارشدني يا رب. قبل هديك يا سيدنا الأنبا يؤنس. سلام يا ابني. اقعد. انت مين يا ابني؟ عازر، وجاي التمس من نيافتك انك تزكيني اكون راهب. لو انت فاهم ان طريق الرهبنة سهل كده
حللني يا سيدنا. أنا عارف كويس إن طريق الرهبنة صعب ومحتاج لتدريب وجهاد روحي كبير، بس أنا نفسي يا سيدنا أعيش حياتي الوحدة الكاملة مع ربي وإلهي يسوع المسيح. أنت ابن مين يا ابني؟ وبلدك إيه؟ أنا ابن يوسف عطا يا سيدنا، من عيلة زيكي اللي نزحت من بلد الزوي غربية بالصعيد لطخ النصارى بأبرشية المنوفية اللي بتتبارك بوجود نيافتك على كرسيها. ألا انت ابن يوسف عطا؟ ده أنا أعرفه كويس، ده شماس مشهود له بحسن السير وخادم من خدام الكنيسة المعروفين. تمام يا سيدنا، ربنا يديم رعايتك لشعب المسيح بأبرشية المنوفية. ايوه يا ابني، بس مدام ابوك والاستاذ حنا اخوك ما جوش معاك يبقى مش موافقين على فكرة الرهبنة، وده معناه اني ما اقدرش اقبل رسالتك. حللني يا سيدنا. انا لازم ابوك يوافق على رهبنتك، ده شرط اساسي عشان اقدر ازكيك. يا أستاذ يوسف، زي ما أنت عارف إن أب اعتراف ابنك عازر المبروك النهاردة بالقداسة، أنا كلمته في موضوع الرهبنة اللي فتحه مع نيافة الأنبي يوأنس مطران البحيرة والمنوفية، وزي ما أنت قلتلي الأنبي يوأنس طلب موافقتك الأول على دخول عازر حياة الرهبنة. هيا يا أبونا حنة، بس يسهل من الحكاية دي، ما فيهاش فايدة أبدا. راكب رأس ومصر على حياة الرهبنة، حاولت اقنعه. انت عارف يا عود سابونا يا حنا ان هو عايش حياه بر وصلاه وتقوى، لكن ناجح في شغله يا ابونا. خلاص سيبه، سيبه يا استاذ يوسف، من مصلحه عازر انك تساعده على تحقيق رغبته. هو عارف سكته كويس، هو اختار لنفسه طريق مستقيم من زمان، وانا متاكد يا استاذ يوسف ان هو ده الاختيار الصح. وقلبي بيقول لي إن الله هو اللي اختار لعازر الطريق المبارك ده. يا عازر يا ابني، الرهبنة طريق صعب، هتشوف آلام وإهانات وتجارب من عدو الخير، مش هتشوف راحة أبدا. أيوة يا سيدنا فهم، صدقني يا سيدنا أنا كلمته كتير لكن منشف دماغه. يا ريتك يا سيدنا تعقله وقبل أيديك. حللني يا سيدنا، أنا عارف كويس قوي إن الطريق اللي أنا اخترته ده طريق صعب، لكن صدقني أنا من 5 سنين وأنا عايش في بيت أبويا بدرب نفسي على حياة الرهبنة، أكل بسيط وأصوام وصلوات مستمرة، ده حتى في الشغل يا سيدنا في وقت الفراغ بقعد أقرأ في الكتاب المقدس، يعني ما بينقصنيش من حياة الرهبنة غير الوحدة الكاملة مع ربي وإلهي يسوع المسيح. يا ابني حياة الرهبنة صعبة على أولاد المدن. أنا رجائي في الله قوي يا سيدنا، وأنا متأكد لو نيافتك باركتني وصليت لي وسألت من أجل التوفيق هنجح في الطريق ده. المسيح ما بينساش تعب المحبة يا سيدنا. يا ابني أنا برجوك للمرة الأخيرة. يا ابويا الحبيب، مين انا الحقير؟ واروح فين من ولاد الملوك ماكسيموس ودوماديوس اللي سابوا ملك العالم علشان ينالوا الملك الابدي، زهدا في الممالك والمال ومحبه في ملكوت السماوات؟ يا ريتني اكون تراب تحت رجليهم. يا عازر يا ابني، لايمانك المخلص بالرهبنه انا حساعدك وبركك. أشكر ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، أشكر ربي وإلهي، أشكرك يا رب. صباح الخير يا عازر. صباح الخير يا حن أخوي. صاحي بدري ليه؟ النهاردة عيد الرسل يا حن، هاخد قفة فطير الملاك وروح الكنيسة. أنت برضو مصمم تشيل قفة الفطير وأنت لابس بدلتك وطربوشك؟ يا حن يا أخوي، رسل المسيح الأطهار شالوا الكسر اللي فضلوا من 5 خبزات، انا هروح فين يا صعلوك من رسل رب المجد؟ طب
طب صح يا اخوك ميخائيل يشيل القفة عنا؟ ولا اقول لك خد لك عربية حنطور توصلك لحد الكنيسة؟ عربية؟ عربية اهي. الفطيرة اهو. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا امي. صباح الخير يا عازر. صباح الخير يا ابويا. ايه يا ابني مستعجل على النزول ليه؟ ما تستنى ننزل سوا. اصل يا ابويا هاخد فطير الملاك واسبقكوا انا على الكنيسه. تسمعنا ده ايه يا ابني؟ ده احنا الفجر الساعه 6 الصبح، وبعدين المشوار من هنا الكنيسه ما ياخدش 10 دقايق. سامحني يا ابويا، اصل يعني خلاص سيبه يا يوسف، هو يحب يروح الكنيسه بدري. انا اهو جهزت لك قفه فطير الملاك يا حبيبي. متشكر يا ابويا. سلام. سلام يا ابويا. سلام يا ابويا. وقال لك ايه الانبا يا يونس؟ سيدنا فرح لما عرف ان انا بلازم الرهبان في كليه اليهود باسكندريه. يعني المهم قال لك ايه؟ حدد لي ميعاد السفر لدير البراموس مع القس بشار البراموسي. يعني خلاص يا عادل. ما تزعليش يا امي ارجوك. ما تحزنش يا ابويا ارجوك. ما تزعلش. ابوس ايدك ابوس ايدك. ما تزعلش. انتوا حقكم تفرحوا لي. انا هعيش في وحده كامله مع ربي والهي يسوع المسيح. تمام زي ما عمل القديس مريمينا العجايب شفيعي اللي ساب العالم كله وتوحد في الصحراء محبة في اسم الله القدوس. أرجوك يا أمي ما تزعليش. ما تزعلش يا أبوي أرجوك. ما تزعلش أرجوك يا أبوي. ما تزعلش. الشتا فين يا امي؟ ده احنا في عز الصيف. وبعدين يا حبيبتي وانا انا رايح احارب، ده انا رايح اعيش في سلام ومحبه مع ملك السلام والمحبه. ربنا يحرسك يا ابني ويحميك من كل شر. أدينا وصلنا بالسلامة. نشكر ربنا يا أبونا بشارة. لكن قول لي يا عازر يا ابني، أنت ليه أصريت إنك تدي الطربوش بتاعك للكمسري؟ ربنا ما يحوجنيش إن ألبسه تاني يا أبونا. عموما يا عازر يا ابني، سيدنا الأنبا يؤنس كتب في الجواب اللي إداهولي جواب التوصية إن أمين دير البراموس يشيل هدومك في القصر الملحق بالدير عشان تاخدها إذا ما قدرتش تكمل طريق الرهبنة. صلي من أجل ضعف يا أبي. شرفتم الدير. ربنا يحفظ قدسك يا أبونا القم الشنودة. الأخ عازر زائر من اسكندرية من أبناء سيدنا الأنبا يؤنس. أهلا يا أخ عازر. أهلا بقدسك يا أبونا. القم الشنودة هو أمين الدير اللي كلمتك عنه يا أخ عازر. طب يا أبونا خد الأخ عازر وروح قصر الدير والصبح نتقابل. العفو يا أبي أنا ما استاهلش. العفو يا أبي.
وده يا ابونا شنوده كتاب التوصيه اللي بعته نيابه الانبا يؤنس مطران البحيره والمنوفيه. انا كنت فاهم ان الاخ عازر ضيف من ضيوف سيدنا الانبا يؤنس، عشان كده نزلته في قصر الدير وشغلت له مكنه الكهرباء عشان تنور له القصر. سيدنا بعد جواب التوصيه ده لما لقى اصراره على انه يبقى راهب، وعشان سيدنا عارف اسرته كويس، ابوه شماس متمسك بتعليم الكنيسه واسرته كلها مواظبه على الصوم والصلوات. سيدنا بعد جواب التوصيه ده عشان يتحط تحت الاختبار في دير البرابوس العامر. لو سمحت يا ابونا ارمانيوس. نعم يا بكم الشنودة. خلينا ندق اجراس الدير وجمع لي الرهبان عشان اعرفهم بالاخ عازر. حاليا يا ابونا دي اول مره ندق اجراس الدير لطالب رهبانه. ده صحيح. اتفضل يا ابونا اتفضل. حاليا دي بشرة خير يا ابونا شنودة، يظهر ان الاخ عازر رب المجد يسوع هيقبله راهب عشان يخدم اسمه القدوس في دير البراموس. وانت يا ابونا بشارة عايزك تاخد الاخ عازر وتخليه يلم حاجته من قصر الدير وتوريله القلاية الفاضية اللي محدش ساكنها من زمان. ايوه يا ابونا بس دي مش نظيفة. ينظفها يا ابونا ينظفها ويرتبها، والمرة عرفه مكان الخبز فين. حاضر يا ابونا.
أغابي يا أخ عازر. أغابي يا بال. الآباء الرهبان وضعفي جينا نفتقدك يا أخ عازر. أحب أعرفك أبونا الأمص عبد المسيح المسعودي من الآباء شيوخ الدير. أنا إنسان خاطئ يا أبائي، ما استاهلش كل البركة دي. إيه الترتيب الجميل ده يا أخ عازر؟ أنت خليت قليتك مكان نظيف ومترتب. أصل الإبن عازر حارت ومستني السيل. أبونا الأمص عبد المسيح المسعود يقصد يا أخ عازر إنك جهزت نفسك لقبول سيل نعمة الله. يا ابني، نعمة الرهبنة هي بتسليم قلبك لله، وهي أعظم المقتنيات وأثمن من كل كنوز الأرض. والراهب اللي افتقر باختياره وجهز نفسه عشان يبقى جندي أمين في جيش المسيح أعظم من كل ملوك الأرض. وأنا يا ابني قلبي اتفتح لك لطاعتك وصلواتك ولكل الخير والبر اللي بتعمله هنا في الدير. ربنا يملأ قلبك نعمة. أقبل أهديك يا أبا القديس. قوم يا ابني، أنا عبد خاطي. قوم تعال يا ابني، من الساعة دي ربنا وهبك ليا عشان تكون ابن مبارك. يا بختك يا أخ عازر، هتكون ابن وتلميذ لابونا الأمص عبد المسيح المسعودي. يا بختك. أرمانيوس وصل. إيه اللي أخرك يا أبونا أرمانيوس؟ وأنا بوصل البريد الهكرية، الدب حرنت مني في الجبل ووقعت من عليها وتاهت مني في الجبل. دورت عليها ما لقيتهاش، وهو ضل أخرني. رحت راجع من غير الدبة؟ طب وهنعمل إيه؟ ده إحنا ما حلتناش في الدير غيرها لتوصيل البريد.
اتفضل ارجع دور عليها حالا وما ترجعش من غيرها. يا ابونا الراهب حللني، ابونا ارمانيوس راجع تعبان، سيبه يدخل يستريح. انت سايب المطبخ ليه؟ مش ابونا امين الدير كلفك بانك تشتغل في المطبخ؟ صدقني يا ابونا، واحد من الاعراب حيلاقي الدابه وحيجيبها لحد هنا في الدير. مش ممكن، لازم يروح يدور عليها دلوقتي حالا. هنوصل البريد ازاي؟ انا يا ابونا حوزع البريد. هايدي الدابه تخسكم. بسم الله ابو الابن الروح القدس. بسم الله ابو الابن الروح القدس، مجدا لاسم الرب. أنستك النعمة يا أبونا مينا. أنت عارف طبعاً إن الآباء الرهبان في الدير هم اللي اختاروا لك اسم مينا على قديس النهاردة في السنكسار الراهب مينا، ده غير شفيعك ماري مينا العجيبي. أظن رسمتك النهاردة راهب يا أبونا مينا يوم ما يتنسيش في حياتك. يباركك الرب يا أبونا مينا، على قد محبتي ليك لخدمتك وطاعتك بطلب من رب المجد يسوع المسيح ان يؤهلك لنعمته. كلنا عارفين انك هتنجح في طريق رهبنتك، وبطلب من رب المجد يسوع المسيح ان يفيض عليك من روحه القدوس لتكن امينا الى النفس الاخير على الوزنات اللي سلمها لك يسوع المسيح، تتاجر وتربح. انت عارف طبعا ابونا القمص يعقوب من الاباء الشيوخ في الدير ما بيتكلمش كتير، لكن محبته ليك خلته يتكلم ويباركك. أنا مستاهلش يا أبائي، أنا بشكر ربي وإلهي يسوع المسيح اللي اختار لي اسم مينا على اسم شفيعي وحبيبي ماري مينا العجيب. الحمل بقى تقيل عليك قوي يا أبونا مينا، وبطلب من رب المجد إنه يديك القوة علشان تستمر في إصدار مجلة ميناء الخلاص اللي طلبت منك إنك تعملها، ده غير خدماتك الكبيرة من أجل مجد اسم الله. عازر وحشني يا محنى. ومين سمعك يا يوسف؟ ده كل حتة في البيت بتفكرني بيه. يا محنى، تعرف يا محنى، صحيح حنى ومخايل بيطمنوني عليه واحنا كمان زرناها، لكن سامحيني يا محنى، لو كان الامر بايدي واقدر ارجعه انا كنت. بتقول ايه يا يوسف؟ ابنك اختار الطريق الصالح له
وكلامنا لا هيجيب ولا هيودي. احنا علينا دلوقتي ان احنا نصليله. ايه نصليله. ارجع اقول سامحني يا رب انا اخطيت. ده ابنك وخادم ليك، ارشده للطريق الصحيح يا رب. تعرف يا ابو حنة، انا قلبي حاسس ان عازر ده هيكون له شأن كبير قوي في الخدمة. ده ابني وانا مربياه وعارفة علاقته برب المجد. ربنا يباركوا يا ام حنة، ربنا يباركوا ويسامحني برضو يا ام حنة. أنا وقفت شوية في سكته، أدي ربنا يسامحني. أنت بركة كبيرة يا أبونا مينا. ده أنا خاطي ما استحقش يا أبي ومعلمي. كل الآباء الرهبان في الدير مبسوطين من مجهوداتك وصلواتك. أنت مثال مبارك للراهب الخادم الأمين، والنور لما يسطع لازم الكل يشوفه ويعرف إن ده نور. والرب قال في إنجيل لوقا: وليس أحد يوقد سراجا ويغطيه بإناء أو يضعه تحت سرير، بل يضعه على منارة لينظر الداخلون النور. يا ابونا القمص عبد المسيح، أنا بضعفي بقعد مع قدسك عشان أتعلم، إنما إن كان علي أنا ما استاهلش أكون خادم تحت رجلين أبائي. يوم الحد الجاي يوم مبارك بالنسبة لك وحتزيد بركة، لأن سيدنا الأنبا ديمتريوس مطران المنوفية هيصلي قداس رسامتك قس. صدقني يا أبي عبد المسيح المسعودي، أنا ما استاهلش. لكل اللي بتمناه إن أعيش في وحدة كاملة مع ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، تشبها بأبو الرهبان الأنبا أنطونيوس والأنبا شنودة رئيس المتوحدين. أبونا القمص باخوم مبسوط من مجهوداتك وقراياتك، وبيقول إنك قريت كتب كتيرة، منها كتابات مارس حق السورياني العظيم، ونسخت الكتاب 45 مرة. البركة في قدس أبونا القمص باخوم، هو اللي أرشدني وعلمني الطريق ده. أخبار أهلك إيه؟ يا ترى بتبعت لهم؟ يا أبونا يوسف الصديق ما بعتش خطاب لابوه لما بعت يستدعيه لمصر، لكن قال لاخواته: اخبروا ابي بما راته عيونكم وما سمعته اذانكم. وانا بضعفي وخطيتي بتشبه بيوسف الصديق، كل ما يجي اخواتي يزوروني اقول لهم طمنوا ابويا وامي عني. ربنا يباركك يا ابونا مينا. Thank you.
أغابي أبونا مينا. أغابي يا أبي. عندك فكرة أنه تم اختيارك للدراسة في كلية الرهبان اللاهوتية بحلوان؟ جهز نفسك يا أبونا عشان تسافر مصر يوم الجمعة الجاية. حللني يا أبونا شنودة. أنا عايش حياتي الوحدة مع ربي يسوع المسيح، وسفري على ابن الطاعة تحل البركة يا أبونا. يوم الجمعة الجاية تسافر مصر عشان تدرس في كلية اللاهوت في حلوان. لتكن مشيئة الرب. سلام يا أبي. سلام يا أبونا. بس انت بتعمل تدرس القربان كويس يا ابونا. بنعمه ربنا كان من ضمن خدمتي في دير البراموس. عجم خبز القربان يا ابونا كرولوس الانبابولي. ربنا يبارك خدمتك يا ابونا، ويكفينا شر عدو الخير اللي خلى اخواننا الرهبان يهدوا الفرن اللي جوه الكليه علشان يعطلوا القداسات اليوميه اللي كنت قدسك بتعملها. عدو الخير دايما بيعمل ضد الخير يا ابونا كرولوس. لكن ربنا دبر خلى صاحب المخبز اللي جنب الكليه يوافق اننا نخبز القربان عنده، ومعجب قوي بخبيزك يا ابونا. نشكر ربنا. قداسه البابا الانبا يوانس هيصلي عشيه بكره في كنيسه الكليه، ويا ابونا انت عليك نوبه رفع بخور عشيه. ربنا يسند ضعفي. تمام زي ما قال القديس اسحاق السورياني في نسكياته: فلنراقب أنفسنا يا إخوة ولنرى هل تكون فينا مشاهدة خلال المطالعة والأسوار، لأن المشاهدة تأتي عادة من السكينة الحقيقية، ويجب ألا نضطرب إذا خيم علينا الظلام، وخاصة إذا لم يكن لسبب منا، ويجب أن نعتبر أن هذا تدبير من الله الذي يعلم الأسباب وحده. الرب يعطينا السكينة الحقيقية ويحفظنا ويبدد بنوره ظلام حياتنا بشفاعة والدة الإله القديسة الطاهرة العذراء مريم، وبشفاعة كل قديسيه وشهدائه، وبشفاعة القديس العظيم الشهيد ماري مينا العجيبي. والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطباوي المكرم البابا يؤنس 19، ولربنا كل مجد وإكرام وسجود الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا خطيتك يا مينا يا خطيتك. ده انا كنت فاكر انك هتفرح يا ابونا، ده قداسه البابا يؤنس بنفسه هو اللي بلغ ابونا ميخائيل مدير الكليه انه يبلغك برغبته في رسامتك مطران للغربيه والبحيره. اسمع يا ابونا كرولوس، انا بكره باذن الله هسافر دير الانبا شنود رئيس المتوحدين بسؤالك. طب وترشيح قداسه البابا ده زمان ابونا جاي يبشرك. تلذذ روحي الحقيقي في حياتي الواحده الكامله مع ربي والهي القدوس، في تعبد وأصوات وصلوات، أعيش مع المسيح وموت في المسيح، تمام زي ما قال معلمنا بولس الرسول: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. أيوة بس سيدنا قداسة البابا ممكن يزعل. أرجوك يا ابونا كرولوس، أرجوك ما حدش يهرب بسفر الأسبوع غيرك أنت وبس. أيوة بس أرجوك يا ابونا، أرجوك لأجل المسيح أرجوك. أرجوك يا أبونا كرولوس، قولي أبونا مينا راح فين؟ قداستك عارف إن اختفائه سبب انزعاج كبير هنا في الكلية، وأبونا القمص ميخائيل بعتلي بيحسب إن أبونا مينا عندنا. أنا نفسي فوجئت باختفائه. أرجوك قولي هو راح فين؟ قداسة البابا يؤنس هيغضب عليه. قول لي هو راح فين
وانا اروح اقنعه بالرجوع. انا هقول لك الحقيقه يا استاذ حنا، اخطيت حنين يا سيد. شخص الخاطئ الضعيف يستحق كل لوم وعقاب. أرجوك سامحني يا سيدي، أنا هربت من المنصب اللي ما استحقهوش وما قدرش على مسؤولياته، ونفسي قداستك تسامحني وتسمح لي بالرجوع لدير البراموس عشان أعيش حياة الوحدة الكاملة مع ربي وإلهي يسوع المسيح. يمكن يسامحني ويغفر خطيتي، وإذا قدستك سمحتني وسمحتلي بحياتي الوحدة والنسك، أنا حسير على إرشاد ورعاية أبويا القمص عبد المسيح المسعود. أرجوك يا سيد، أرجوك سمحني، سمحني يا سيد، سمحني حنين يا سيد، أرجوك يا سيد، أرجوك. قوم يا ابو نمين، أنا قدرت رغبتك وحصرح لك بالرجوع لدير البراموس، واتبع تعليمات أبونا عبد المسيح المسعودي. حنين يا سيد. تا دلوقتي يا أبونا مينا بقى عمرك 30 سنة، وبقالك 5 سنين في الرهبنة، وطريق الوحدة صعب عليك يا ابني. ياما رهبان قبلك كانوا عايزين يسلكوا نفس الطريق وفشلوا للمخاطر الجسدية والوحوش اللي ممكن تهاجمك في القلاية اللي انت عاوز تنعزل فيها لوحدك في الصحراء. أبائي الموقرين، أنا بخطيتي بعتز محبتكم وخوفكم على مينا الضعيف، وبتقدم بالتماس الابن الطائع الخاضع لرأي أبائه إنكم توافقوني على إني أستمر في الطريق ده، وأنا كل إيمان إن رب المجد يسوع المسيح هيسهل لي أمشي في الطريق الضيق المؤدي إلى الحياة. وما تخافش يا أبويا، أنا دايماً حكون ابن مطيع لأبويا ومعلم القمص عبد المسيح المسعودي اللي تفضل الله وملأ قلبه بالمحبة والحنان على مينا الضعيف. من ناحية القس مينا وخطورة وجوده في المغارة لوحده اطمنه، لأن الرب الإله يسوع هيكون معاه وحيساعده وحيمسك بإيده ويهديه الطريق، وأنا شايف إنه حينجح في طريقه لأنه مفروز من بطن أمه لهذه النعمة، فلا تقف حجر عثرة في طريق. فلتكن مشيئة الرب، وليسلم القس مينا لعناية الله وإرشاد أبيه القمص عبد المسيح المسعودي. ليكن اسم الرب مباركا، ليكن اسم الرب مباركا.
أنا دكتور حسن فؤاد مدير الآثار العربية، وأقدم لك الباحث الأمريكي مدير كلية اللاهوت بنيويورك. أهلا وسهلا. واللي بيألف كتاب عن أصول الرهبانة ونشأتها في مصر، وعاوز يتعرف من حضرتك على أبو الرهبان الأنبا أنطونيوس وأباء برية شهيد. بنعمة ربنا يتحدث العبد الخاطي مينا. أبو الرهبان الأنبا أنطونيوس اتولد سنة 251 ميلادية ببلد اسمها قمن العروس بمديرية بني سويف، وبعد ما تنيح والده كان ساب له 300 فدان من أجود الأراضي الزراعية في الصعيد. لكن القديس الأنبا أنطونيوس ساب العالم وترك كل حاجة وراح عشان يعيش متوحد في الصحراء. وبعد ما تنيح الأنبا بولا، تنيح القديس الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان سنة 356 ميلادية، وكان عمره 105 سنة. بركة صلواتهم وشفاعتهم تكون معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. تفضل حضرتك. شكرا. أنا شاكر محبتك، رجع الفلوس للدكتور تاني. صعلوك زي هيعمل إيه بالفلوس؟ عندنا آية جميلة بتقول إن محبة المال أصل لكل الشرور. حضرتك شرفت كل الرهبان ورفعت رأس المصريين، واسمح لي أقدم لحضرتك كل التقدير والعرفان، واتمنى ارد لك الخدمه دي في اي وقت قريب. اشكر محبتكم يا فندم، ربنا يتمجد ويفعل كل الخير. سلام يا أبي. سلام يا أبونا. صحيح قدسك هتطرد أبائي وإخواني الرهبان السبعة دول من الدير؟ يا ابني دي تعليمات سيدنا وأنا بنفذها. يا أبي سيدنا هيحزنوا ويقلموا طرد الرهبان السبعة دولت في ليلة حد الشعانين المبارك. أنت رئيس الدير وأبو الرهبان وراعيهم والمسؤول عنهم أمام الله. يا ابونا مينا انت بقالك في الرهبانة 8 سنين بس، والاباء شيوخ الرهبان اللي اكبر منك محدش منهم اعترض. بعدين انت راهب متوحد ملكش دخل باللي بيحصل خالص. ارجوك يا ابي باسم صاحب الايام المباركة دي، ارجوك تأجل طردهم لحد ما تقدموا بالتماس لصاحب القداسة البابا. اسألك باسم السيد المسيح اللي بذل نفسه عنا، تمهل. قلتلك ملكش دخل خالص. اتفضل يا حضرة الضابط، نادي على جنودك اللي واقفين بخيولهم برا علشان ياخدوا الرهبان السبعة برا الدير. يا أبي حللني، أنا هفضل مع أباء الرهبان السبعة دول، أخدم المريض والمحتاج منهم، وحشوف مواصلة وانزل معهم مصر وأكون عبد خادم ليهم لحد ما هيرجعوا الدير بقوة الله المحيي. Thank you.
أبوك القس مينا عمل عمل يستحق عليه قانون، ازاي يتدخل في شؤون دير البراموس؟ يعترض على رئيسه وكمان عايز يضربه بالعصا. قلبي بيقول إن الخبر ده مش صحيح يا سيدنا البابا. يا أستاذ حنة، أبونا رئيس الدير جالي غايت هنا وحكالي كل اللي حصل. يا سيدنا البابا، قداستك عارف إن أبونا مينا دايما عند حسن ظنكم بيه، وقداستك بتحب ديرك وبتسميه دير البراموس البهي، دير البابا كيرلس الخامس، وأنا عارف إن الحكم في النهاية لقداستك وحدك في أولادك. يبقى اسمع يا أستاذ حنة، تسافر النهاردة من هنا من اسكندرية على القاهرة وتقابل القس مينا والرهبان السبعة وتعرف الحقيقة، وإذا أذن رب المجد هحصلك للقاهرة بكرة وأعرف إيه اللي حصل، ورب الخير يقدم الخير. انت ازاي تتدخل في شؤون الدير وانت عابد بعيد عن الدير والرهبان؟ كنت استحق غضب قداستك عليا لو اني اهملت الدفاع عن شرف دير البراموس البهي، دير سيدنا البابا، وسبت رهبان سبع شيوخ افاضل لهم تاريخ مجيد في الدير ينطردوا في جمعة الام الفادي المخلص يسوع المسيح. انت ما صرتش على رئيس الدير؟ حاشا لله يا سيدنا البابا، أنا ما طلبتش غير إنه يبص بعين المحبة والأبوة للرهبان السبعة استنادا لقانون الكنيسة. أخطيت حليلي يا سيدنا. خلاص خلاص يا أبونا مينا، أنا عفيت عنك، خلي الرهبان السبعة يعدوا عليا ياخدوا بركة ويرجعوا الدير بسلام. أشكر محبتكم وأبوتكم يا قداسة البابا، ربنا يحفظ حياتكم للكنيسة سنين وسنين عديدة، ولو سمح قداسة البابا يحقق للخاطي مينا رغبته. تفضل. أنا نويت يا قداسة البابا أسكن في الجبل الشرقي قرب دير الملاك الإبلي في طحونة من طواحين الهوى المنعزلة تصلح قلاية ليا، وبنعمة ربنا حصلت على تصريح من دكتور حسن فؤاد مدير الآثار العربية وبإيجار رمزي لأنه بتربطني بيه صداقة. أيوة، بس الجبل ده خطر عليك، ده مكمن للصوص. قلبي بيقول لي يا سيدنا البابا إن الخاطي مينا هيعيش في تعزية في الطحونة البعيدة عن العمران. وأنا موافق يا أبونا مينا. حليم يا سيدنا. Thank you.
مين ده أبونا داود؟ وبيروح فين؟ وعايش إزاي وفين؟ صدقني معرفش عنه حاجة يا مرقص بيه. كل اللي أعرفه إنه بيجي يحضر العشية ويتناول في كل القداسات، وبعدين ياخد بعضه كده ويمشي من غير ما يكلم أي إنسان. بس لازم نعرف عايش إزاي وفين. تعال يا ابني. شفت أبونا الراهب اللي خرج دلوقتي؟ عايزك تمشي وراه تعرف هو عايش فين وتيجي بسرعة تقولي. حاضر يا ابني. سلام يا ابونا مينا. سلام يا ابونا القمص داود. اقدم لك مرقص بيه فهمي، راجل من خدام الكنيسه الكبار. اهلا يا مرقص بيه. اهلا بيك. اسمحني يا ابونا مينا، انت عايش في المكان المهجور ده ازاي؟ لا سقف ولا باب ولا فرش ولا غطا. وانا اكون مين يا مرقص بيه؟ انا دوده. أنا بطلب من رب المجد يسوع المسيح إنه يعني علشان أتشبه بالأبرار والقديسين اللي عاشوا الوحدة في البراري والصحارى والجبال محبة في اسم الله القدوس. ربنا يباركك يا ابونا مينا، أنت راجل تقي وصالح. واسمح لي يا أبي الراهب، من بكرة أبعت لك ناس عشان يبنوا لك الطاحونة دي، يعملوا لها سقف، يعملوا لها باب، ويبنوها دورين، دور تعيش فيه والدور التاني يتبني هيكل. لتكن مشيئة رب المجد. ايوه حاضر. مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. باسم صليبك المحي اشفي عم مليكة. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا رب يا يسوع ليك. عم مليك اصحى اصحى يا عم مليك. خد القربانة دي انا خبزها بنفسي كلها. خد يا عم مليك. ده بقاله 5 ايام يا ابونا مينا ما بياكلش ولا بيشرب. هياكل ويشرب يا مريم، ويشد حيله ويجي يصلي معايا. انا عارف انك شماس يا عم مليك، هتيجي تصلي معايا في الطحونة. يلا قوم أبونا مينا.
رب المجد يسوع شفاني ببركة صلواتك. أنا من اللحظة دي هكون شمس خادم لقدسك. ربنا يباركك. ربنا يخليك للكنيسة والشعب الكنيسة يا ابونا مينا. ابونا مينا، ابونا مينا، شد حيلك. عزينا يا رب في قداسة البابا يؤنس الـ19 اللي انتقل لأحضان قديسيك. عز الكنيسة في نياحة قداسته واختار الابن الصالح اللي يرعى شعبك الرعاية الصالحة بشفاعة والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وشفاعة كل قديسيك بشفاعة شفيعي مريمين العجيبي. أن لك الملك والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس. آمين. عزينا يا رب، عزينا، عزينا يا رب. أبونا مينا، مينا، الحقني يا أبونا مينا. نعم يا قداسة البابا. العصاية انكسرت، عصاية الرعاية انكسرت مني، أنا حزين عليها أوي. هات يا سيدنا وأنا هصلحها لقداستك. اتفضل يا سيدنا، العصاية اتصلحت، اتفضل. لا، خدها يا ابونا مينا، انا وهبتها لك، خدها. وناوي تسيب الطحونة كتير يا ابونا مينا؟ غصب عني يا عم مليكة. إذا كان عليا أنا ما سيبش الطحونة يوم واحد، لكن نيافة الأنبا يوساب مطران جرجة والقائم مقام البطريرك طلب تعييني رئيس لدير الأنبا صموئيل بجبل القلمون بناء على ترشيح صاحب النيافة الأنبا أساناسيوس. دير الأنبا صموئيل اللي معمول من الطوب الني دي، الكنيسة اللي فيه ما تنفعش للصلاة، دي قديمة وممكن تقع في أي لحظة. إذا أراد رب المجد ورحت دير الأنبا صموئيل هعيد بنا الكنيسة وهجددها وهبني مركز للدير، وهطلب من الابن المبارك حنا نسيم اللي بيجي يصلي معانا هنا إنه يمد إيد المعاونة ويساعد في البنا، وربنا يدبرها. وناوي تسافر إمتى إن شاء الله؟ يوم الجمعة الجاية بإذن الله بعد القداس. هسافر
ورب الخير يصنع كل الخير. صلي يا عم مليكة، صلي لي. ربنا معاك. سلام يا ابي. سلام يا ابونا مينا الصموئيلي. مش قصك تيجي ترتاح شويه وتاكل لك لقمه؟ يا ابونا مينا، بمعونه الرب لازم انتهي من بنى الكنيسه هنا في دير الانبا صموئيل المعترف. سيدنا الانبا اثناسيوس مطران بني سويف مستعجل جدا على بنى الكنيسه عشان هيجي يدشنها بنفسه. ربنا يبارك تعب محبتك يا ابونا مينا. من يوم ما مسكت الدير وقدسك رفعت كل الانقاض وبترمي الاساسات ولسه هتصب الاعمده وهتبني سقف للكنيسه ومسكن بدورين. عشان كده سيدنا الانبا اثناسيوس ناوي باذن المسيح يرقي قدسك لرتبه القموصيه يوم تتشيل الكنيسه. يا ابونا مينا، انا خادم لرب المجد ولكنيسته، مينا العابد الضعيف اللي ما استحقش نعمه الكبيره عليا. صلي من اجل ضعف يا ابونا مينا، صلي من اجل ضعفي. ربنا يخليك لينا يا ابونا القمص مينا. ربنا يباركك يا عم مليك. الحرب العالميه الثانيه شد حيلها، بس الحمد لله قوات الحلفاء بيحافظوا على مدينه القاهره. رب السلام يوهبنا سلامه ويحافظ على مصر وشعب مصر. انما قدسك بتفكر في ايه وناوي تعمل؟ بنعمه ربنا يا عم مليكه وبمعونة أبناء المسيح. أيوة. حبني سكن بسيط أعيش فيه، وناوي أشيد كنيسة باسم شفيعي الشهيد العظيم مريمين العجيبي في منطقة مصر القديمة، في حتة أرض حوالي 500 متر. ربنا يدبر تمن شراها وابني عليها الكنيسة والسكن. ربنا يدبر. صلي يا عم مليك. يا ابونا القمص. سيدنا الانبا اثناسيوس، اقبل ايديكم يا سيدنا. انت ليه ما قدمتش طلب لترشيح نفسك؟ ربنا يحفظ حياتك يا سيدنا. ربنا يختار الراعي الصالح اللي يرعى شعبه ببر وطهاره قلب. انت عارف الاحداث الحزينه اللي مرت بها الكنيسه بعد نياحه البابا مكاريوس الثالث ومن بعده البابا يوساب الثاني. الله يدبر امر كنيسته. يا ابونا مينا، أنا قدمت تزكية باسمك قبل قفل باب الترشيح. أنا يا سيدنا؟ مين أنا الدودة الصغيرة عشان أتطلع للمهمة العظيمة الخطيرة دي؟ يروح فين الصعلوك بين الملوك يا سيدنا؟ أنت بركة كبيرة يا أبونا مينا، أنت بركة كبيرة. مبروك على الكنيسة ومبروك على الشعب، قدسك بقيت قداسة البابا. ثانية واحدة، هدوق أجراس الدير عشان الشعب كله يفرح ويطلع يبارك لك. استنى يا عم مليك، استنوا لحد ما ينتهي قداس القرعة الهيكلية في الكاتدرائية المرقصية. حللني يا سيدنا. المجد لك يا رب، اخترتني أنا الضعيف لتظهر قوتك في ضعفي. من عندك القوة يا رب، أعني أعني يا رب لأني أرتعب من عظمة موهبتك. أنت أمين وعادل، لا تترك محبيك يا رب. من عندك القوة، من عندك العون يا إلهنا وفدينا. كنت أود أن أعيش غريبا وأموت غريبا، ولكن لتكن إرادة الله، لتكن
إرادة الله. شفيعي مريمينا، مسؤولية كنيسة المسيح وشعب المسيح حمل ومسؤولية كبيرة على كتاف الصعلوك الحقير الفقير. حبيبي مريمينا، حب العميق وارتباط الروحي بسيرتك العطرة من طفولتي وطول رحلة غربتي في الحياة، وشفعتك لي أمام رب المجد في كل ضيقاتي وأزماتي، قوت ارتباطي بيك يا حبيبي. ودلوقتي بعد ما اختارتني العناية الإلهية للمكان اللي ما يستاهلوش الصعلوك الحقير، ربنا يقدرني بشفاعتك اني اعمر منطقة مريوط كلها باسمك، وابني على اسمك دير مريمينا العجيبي، يتبارك ويتمجد بيه اسم الله القدوس وبشفاعتك وبصلواتك عنا. ساعدني يا ربي، ساعدني ابني دير مريمينا العجيبي. كفاية يا سيدنا ان الخمسين فدان اللي قدستك ناوي تبني عليهم دير شفيعك مريمينا العجيبي جنب المدينة الاثرية في مريوط. عشان كده انا اخترتها، ربنا يدبر واقدر اشتري كمان 50 فدان علشان ابني الدير على مساحة 100 فدان. ربنا يحفظ حياتك يا سيدنا وتعمر دايما. صلي يا ابونا بنيامين ان ربنا يدبر لينا المبلغ اللي هندفعه مقدم لل50 فدان التانية لهيئة الصحارة. كويس انهم وافقوا، وكويس ان مصلحة الاثار وافقت ان احنا ننقل الاحجار من المدينة الاثرية عشان نبني بيها الدير. صاحب الدير هو اللي يتصرف. اتصرف يا مريمينا. امين. حللنا يا سيدنا. خير يا ابونا بنيامين. في مندوب من طرف الرئيس جمال عبد الناصر منتظر في حوش الكنيسة بره. الرئيس جمال عبد الناصر عايز قداستك تروح له. حاضر يا ابونا. العالم كله يعرف انك الصديق الوفي والمخلص ليا، وانا اؤمن يا قداسة البابا ان كل واحد حر في دينه وفي عقائده، وان الدين لله والوطن للجميع. ربنا يحفظك لمصر يا سيادة الرئيس. الحقيقة أنا دايما بعلم أبنائي في الكنيسة إنهم يؤمنوا بالله ويحبوا الوطن. شوف يا أبويا، أنا علمت أولادي وفهمتهم إن اللي يتبرع لبناء كنيسة زي اللي يتبرع لبناء جامع بالظبط. والأولاد عندي لما عرفوا إنك هتبني كنيسة جديدة كسروا حصلاتهم وادولك اللي فيها. ربنا يخلي لك أولادك يا سيادة الرئيس. ربنا يباركك ويخليك لمصر ولشعب مصر. وناديت على حنة يوسف حنة واديته المنديل عشان يعد الفلوس اللي اتبرع بيها أولاد عبد الناصر. ويشاء رب المجد يا ابونا بنيامين إن الفلوس تطلع بالظبط قد تمن مقدم حتة الأرض وزيادة 5 جنيه قيمة أتعاب المحامي اللي هيكتب العقد. قداستك بركة كبيرة يا سيدنا، ربنا يحفظك ويديم حياتك. البركة بركة مريمينا يا ابونا. وبإذن رب المجد في نوفمبر السنة دي وفي عيد الشهيد مريمينا هنحط حجر الأساس لبنى ديره المبارك، وربنا يفعل الخير. ربنا يبارك يا سيدنا. سلام. سلام يا سيدنا. يا ابونا متى، انت وكيل دير الأنبا أنطونيوس وناموسيتك كحلي، جبت التونية بتاعتك؟
ايوه يا سيدنا. انا اتصلت بيك وطلبتك تيجي علشان هنروح دلوقتي كنيسه القديسه برباره بمصر القديمه، نصلي مزامير نص الليل والتسبيحه ونرفع بخور باكر، ومعانا الشماس اللي مرز. ايوه سيدنا، بس احنا دلوقتي الساعه 1 بعد نص الليل. يا ابونا سفر الامثال بيقول الذين يبكرون الي يجدونني. حضرت العربيه طبعا يا عزمي. ايوه سيدنا، يلا بينا. افتح الباب يا عزمي. ساعدوا يا سليمان. حاليا يا سيدنا، الباب مش راضي يتفتح. ساعدهم يا ابونا مت. طابو خين ابراني مفيوتني مبشيرين ببنا بمايس وافنوتي نوت امين. افتح يا ايتها الابواب الدهريه ليدخل ملك المجد. أغاب يا سيدنا. أغاب يا أبونا أنطونيوس السورياني. سيدنا الأنبا ساوفيلوس رئيس دير السوريان قال لي إن قداستك طالبني هنا في المقر. اتفضلوا يا ابني. أنت يا ابني خادم مبارك في مجال الخدمة والدراسات الروحية، وأنا عجباني جدا دراساتك وأبحاثك اللاهوتية القيمة. يا سيدنا لابنك الخاطي وكل أبنائك عايشين ببركة صلواتكم وبالنعمة الكبيرة اللي وضعها رب المجد بين إيديكم. يا ابني أنا خاطي. كل شعب المسيح عارف يا سيدنا إن قداستك ما بتحبش إن حد يذكر إنجازاتك ولا المعجزات اللي بيصنعها رب المجد على أيديك، وبتنكر ذاتك وبتكره الافتخار الباطل عملا بقول معلمنا بولس الرسول: وأما من افتخر فليفتخر بالرب لأنه ليس من مدح نفسه هو المزكى بل من يمدحه الرب. احتاج صلواتك يا سيدنا. أنا بضع صليب رب المجد على راسك يا ابني، وأعلن رسمك يا أنبا شنودة أسقف للتعليم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويوم 30 سبتمبر هتتم صيامتك مع أسقف للخدمات الاجتماعية بقوة رب المجد، والرب يباركك يا ابني. حللني يا سيدنا. Thank you.
ربي وحبيبي ومخلصي يسوع المسيح. إلهي الصالح، يا من فديتني على خشبة الصليب، اغفر خطاياي واجعلني مستحقا أن أكون معك في سماء الملك الأبدي أمام عرش نعمتك. يا رب يا رب، هل كان عبدك الخاطئ الضعيف خادم أمين لشعبك؟ يا رب اغفر زلاتي بشفاعة أم النور والدة الإله القديسة مريم وشفاعة قديسك وشهيد اسمك مريمين العجيب. ادخل. أغاب يا سيدنا. سلام يا أبونا بنيامين، إزاي صحة سيدنا النهاردة؟ صحة، ما خلاص يا ابني، صحة خلاص. اقعد. ما تقولش كده يا سيدنا، ربنا يديك الصحة وطولة العمر. صحة خلاص. العمر، العمر انتهى يا ابني. اسمع يا ابونا بنيامين، انت سكرتيري الخاص، وانا اديتك كل اللي يخص امور الكنيسه. خلوا بالكم الكنيسه يا ابني، خلوا بالكم، ربنا يرعاكم، ربنا يدبر كل اموركم. خلوا بالكم الكنيسة، خلوا بالكم يا ابني، شفت يا سيدنا حب شعبك ليك، انك اصريت انك تخرج تباركهم رغم مرضك ورغم تحذيرات الاطباء. النهارده كام يا ابونا بنيامين؟ النهارده 30 امشير 1687 للشهداء، 9 مارس 1971 ميلادي. وصلت الدكتور يا عزمي. وصلت يا سيدنا. انا ابني خلاص، انا زهقت، أنا عاوز أسافر، خلاص عاوز أسافر. إحنا مسافرين يا ابني، مسافرين. يا أبونا بنيامين، وصل آباء الكهنة ياخدوا بالهم من الكنيسة. أنا خلاص يا ابني، أنا خلاص. خلوا بالكم الكنيسة يا ابونا بنيامين، خلوا بالكم الكنيسة.